استجاب وزير العمل محمد جبران إلى شكوى عاملين واستقبلهما داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية اليوم، ووجه بتنفيذ مطالبهما كافة بضمهما لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة للاستفادة من المنح السنوية والخاصة ومنظومة الرعاية الصحية والطبية. بعد الفيديو اللي نشروه كان فيه استغاثة ونشر على السوشيال ميديا، خلينا نشوف الفيديو. سيبك النبي يا شيخ، اللي احنا نقوله ده هو يوصل. اللي احنا عالم غلابة، ناس غلابة وصنعية غلابة، مفيش حاجة خالص، عندناش الا المحار والطلوش. لا قالوا الأعمال غير منتظمة بناخد منها فلوس ولا كان ولا مال، وشغالين منا لربنا، والله منا لربنا اهو، وربنا السطاه. خلي بالك منا كده سيادة الريس، خلي بالكم مننا من الناس الغلابة دي. الأستاذ عبد الوهاب خضرة المستشار الإعلامي لوزارة العمل، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني لو ممكن حضرتك تحطنا في صورة اللي تم للمواطنين المصريين اللي قدموا استغاثة عن طريق فيديو بسيط ولكن التقطته وزارة العمل. طبعا يا فندم، أولا ملف العمالة غير المنتظمة ده من الملفات المهمة جدا اللي بتريد الدولة المصرية اهتمام كبير جدا، و من جانب حتى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. وطبعا ده كان في بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه دكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان منذ أيام، وهذا الملف كان على رأس أو وكان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية، وده ظهر بقوة وبوضوح يمكن في فترة كورونا عندما أمر أو وجه فخامة الرئيس بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة اللي طبعا اللي كانت تتعرض في ذلك الوقت إلى تحديات، وده طبعا كان موجود في العالم كله مش في مصر بس. إذا هذا الملف من الملفات المهمة جدا. هذه الرسالة التي يعني أو هذه الواقعة التي حدثت اليوم باستجابة معالي وزير العمل محمد جبران إلى شكوى عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة، طبعا العاملين دول كانوا عملوا فيديو يعني نشر أو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هم يعني عمالة غير منتظمة وأن هم عايزين الحكومة تشوفهم إلى آخره، زي ما حضرتك شفتي الفيديو. بمجرد ما معالي الوزير شاف هذا الفيديو بالفعل يعني وجه بسرعة التواصل معهم، طبعا تم التواصل معهم وجم اليوم إلى وزارة العمل وتم استقباله بشكل كريم وبشكل لائق. معالي الوزير أكد يعني خلال هذا الاستقبال أن هذه رسالة يعني موجهة إلى الرأي العام وموجهة إلى العالم كله، أن الدولة المصرية يعني حريصة جدا على أن تستقبل المواطن في أي وقت وفي أي مكان. صحيح. وطبعا وإيه اللي تم يا فندم يعني بخصوص طلباتهم؟ طبعا يا فندم، وكان لهم طلبات مشروعه يعني هم طبعا. وعلى فكره في نقطه يعني يمكن ما اتذكرتش في البيان، يعني احد يعني العاملين دول قال ان هو في يعني حاجه ممكن نذكرها، ان يعني في ثوره 30 يونيو يعني هو اشترى لابنه علم ب 70 جنيه زي ما قال بالظبط، علشان خاطر ينزل يعني يدعم الدوله المصريه في يعني مواجهه يعني اهل الشر. وطبعا ده بيؤكد ان يعني المواطن
المواطن البسيط هو بالفعل يعني حريص على الدولة، والدولة بالفعل بتضع في أعينها، يعني كما رأينا اليوم مشهد يعني كويس جدا وممتاز وإيه جدا. التأمين اللي قدم ليه أو الخدمات علشان يرتاحوا وبالهم يهدى تمام يا زي ما فندم. بيقولوا؟ وزاره العمل عندها ما يسمى بحسابات العماله غير المنتظمه، يعني عندها حسابات بيتم التواصل مع المقاولين في كل مكان، وفي مميزات عديده جدا في هذه المنظومه، منظومه العماله غير المنتظمه. نعم. ولو نتذكر خطاب الرئيس في عيد العمال الماضي لما وجه بزياده يعني المنح وبزياده الدعم لهذه الفئه، فئه العماله غير المنتظمه، الدعم العائد على العاملين دول طبعا في بعد ما تم اليوم يعني تسجيلهم في منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل. نعم. 6 منح سنوية هتقدم لهم، طبعا في منح خاصة، في رعاية صحية، في رعاية طبية بتقدم لهم. طبعا احيانا لو بعد الشر يعني حصلت حالة وفاة بتصل الى تعويض الى 200,000 جنيه، في صحيح. زي ما قلت لحضرتك 6 منح، في طبعا منح خاصة في حالة الزواج، في حالة الولادة، مفهوم. في إلى آخره. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.